عازف نسائي مسرحية عراقية تقدم معاناة النساء العراقيات بعد عام 2003 وانعرضت بمناسبة اليوم العالمي للمسرح على خشبة المسرح الوطني ببغداد وعلى مدى يومين بعرض امتد الساعة ونص. المسرحية من تأليف مثال غازي وإخراج سنان العزاوي ومن تمثيل هناء محمد وأسماء صفاء، وهي عن واقع معتقلات عراقيات يتعرضون للاضطهاد. هذه المسرحية عادت الحياة للمسرح الجاد، ومن بغداد وافتنا مراسلتنا هند الحربي بهذا التقرير. بذلنا جهود وان شاء الله نكون توفقنا لان هذا العمل داخل ضمن مهرجان بغداد عاصمه الثقافه العربيه، وكان افتتاح ايضا يوم المسرح العالمي، فان شاء الله توفقنا. ويعني شلون راح اطلع انا الجمهور بعرقي وبتعبي وما ادري ما ادري يعني مقبول حتى الشكل مقبول ما ادري، يعني نقول ان شاء الله توفقنا لان شفتوا هذا الزخم من الجمهور ومحبه الناس لنا ومحبتنا ايضا للعمل، ان شاء الله يكون جهودنا تكللت بالنجاح. هاي شنو؟ هاي؟ شمبارات؟ شنو؟ شمبارات لا 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 شمبارات لا لا هاي شنو؟ لا جمبارات يا معوده لا ما تعرف بيها؟ لا لا معقولة؟ لا هسه راويك اياها لا ما ماري جمبارات دني هيك اللي مفهوم ما ماري ماري مفهوم ماري جمبارات مش ماري ماري جمبارات حلوة لا 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 جننة لا لا اي خبلة مش لا جمبارات لا لا جمبارات ماري ماري ما شايفتها؟ مش لا مش لا ما سامعة بيها؟ طمينا لا خليك ما راقصة بيها الله يخليك طمينا فرحين احنا بهذا الحضور الكبير وبهذا الاحتفاء بيوم المسرح العالمي اللي توج بهذا العرض الجميل والمدهش لأحد فنانينا المجتهدين اللي هو الفنان سنان العزاوي. أنا سعيد يعني كفنان مسرحي أنتمي لهذه الأسرة ولكوني الآن أتشرف بموقع الإدارة كوني مدير للمسارح أنه نبدأ الموسم المسرحي بهذه القوة وبهذا العطاء وبهذا المنجز اللي هو مسرحية عزف نسائي. اليوم فعلا كان العزف نسائي لأن اثنين من نسائنا الرائعات السيدة الفنانة الرائعة هناء محمد بكل ما تملكه من دربة وخبرة في عالم المسرح قدمت عطاء رائع اليوم، وكذلك الفنانة المتألقة الجديدة على هذا المسرح تحديدا الفنانة أسماء صفاء، مبارك لها هذا الانتماء وهذا العمل، ومبارك للمسرح العراقي أنه دائما هو مسرح معطاء ويواكب الحدث. أنا سعيد أنه العرض اليوم واكب الحدث اليومي
المفروض أو الذي يفرزه الشارع العراقي. وأعتقد أنه ديدن المسرح وضرورة المسرح الأخلاقية والوطنية والفنية أنه يكون قريب من الأحداث الساخنة والأحداث اليومية. أنا بهذه المناسبة أبارك لكل المسرحيين العراقيين وأبارك للمسرح العراقي بهذا المنجز ومزيد من التألق والإبداع. كرشي حرتوا حرتوا بيتي كله حرتوا بحياتنا وماضينا حرتوا تاريخنا ومستقبلنا لعد ترضوا يا للرايات حتى الشرف حرتوا دخيلكم وقد يوم الله يومكم انتوا ما تفرقوا دخيلكم يا للرايات ما يمر عليكم دخيلكم وقد يوم الله يومكم يا بيت. عرض مسرحي تناول هموم شريحة مهمة في المجتمع العراقي ألا وهي المرأة العراقية وما تعرضت لها بسبب الحروب. كل مجتمع يمر بحروب كثيرة تبرز به نشازات. أنا ما أخذ نموذجين من هذه النشازات متطرفة دينيا وعاهرة يلتقون في مكان واحد. أي لغة مشتركة ماكو بيناتهم لو كانوا ملتقين في مكان هادئ، أي أقصد بالهادئ أنه يعني مكان مسترخي لم يتعرض إلى حروب، لم يتعرض إلى 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 مداهمات، لم يتعرض إلى قتل الاعتقالات. التقوا بسبب مواجهات في الشارع، التقوا في مكان واحد ماكو لغة مشتركة بيناتهم. حاولت أن أخلق لغة ثالثة، امرأة عازفة ثالثة وهي تعزف لغة الإنسانية، لغة المحبة، لغة التسامح. كل شيء بالدنيا يتنظف، كل شيء بالدنيا يتنظف، الحيطان تتنظف، الجيعان تتنظف، البيوت تتنظف، السيارات تتنظف، كل شيء بالدنيا يتنظف، كل شيء يتنظف، بس شرف المرأة إذا راح.